انا تعبت يا حاج من عميل الاكل ده، ما تجيب لنا اكله جاهزه. اكله جاهزه ايه اللي اجيبها دي؟ انت عارف الاكله الجاهزه بكام؟ انا مش قاعد على بنك، عامل لي كان الاكل. والله هتعرف تعمل الاكل يا حاج؟ عيب عليك، ده ايه اللي اعرف اعمل الاكل؟ ده انا خبير في عميل الاكل، هوريكم الشغل. يا ترى هتعمل ايه يا حجوج؟ على الله اتكسف. ايوه صح، في فكرة، اما اروح اسمع الفيديو على اليوتيوب يمكن يفيدني في حاجة. كويس والله، ده شكله الموضوع سهل. ماشي، دلوقتي نحط البصل لما نشوف. يوه، حتى الواحد مش طايل الحلة. والله البصل خلى عينيا دمعت، بس دي دموع الفرحة. يلا اما نحط الفلفل. يا ترى في حاجة تانية نسيت احطها ولا؟ الملح، يا نهار اخضر. يلا سيبهم من 20 دقيقة وبعد كده شوفهم يكونوا طابوا. ها؟ اما الواحد يقعد يسمع له شوية تيك توك واخدين منها الدنيا. ايه ده، ساعة كام؟ يا نهار مش فايت، ازاي عدى ساعة؟ الله يخرب بيت التيك توك على التوك توك. يوه، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ده اما نسيت مرة الاكل على النار زعقت فيها وخربت لها الدنيا. يلا يا جماعة، العشاء جاهز. هي دي ريحة الشوط يا حاج ولا انا بيتهيألي؟ لا انا بس سبته مع النار يستوي بزيادة عشان يبقى طعمه محلى. بس ريحتهم ما تطمنش يا بابا. لا الله ينور يا حاج، بس بخلي بالك المرة الجاية ما تنساش الاكل بزيادة على النار. لا لا، مين قال ان انا نسيت؟ انا منسيتش، انا سبتهم زيادة شوية يعني. يا حاج هو انا فعلا نسيت، بس اديني ساعدت في البيت. يا ريت بس يا جماعة لايك او اشتراك عشان يبقى اكلة وحشة لكن الفيديو حلو.